جسم جسم جسد ساقع مجموع القوى بيتحرك. احنا المجالات بنسرح حاجات دي كلها اللي هما الثلاث حاجات اللي احنا عايزين نقول جسم ريك بودي. هذا جسم له خواص معينه، له مركز سفر، له كتله، له قوه انرشيا. كل الحاجات دي احنا درسناها في الثلاث قبل كده. ساقع مجموع القوى احنا عارفين يعني القوى اللي هي محتاجه لا مختار لا اتجاه لا تاثير. هذا درسين مجموعه اللي هو خاصه منها المفصلة والعجوم كل ده احنا قلناه. الجسم ده بيتحرك يعني بيتحرك يعني البوزيشن بتاعه بيتغير، السرعات بتاعته بتتغير، العجلات بتاعته بتتغير. المسألة دي كده وانا هاخدها على بعضيها كده فبنقسمها حتة كده. خلينا نقول دلوقتي الكلمة 90 كلمة يعني بيتحرك ازاي؟ يعني ايه السرعة؟ يعني العجلة بتاع النقط المختلفة؟ فاحنا اللي بنجيبه في الأول ثلاث أربع محاضرات دول بنتكلم دايما عن السرعة العجلة بتاع كل نقطة من نقط هذا الجسم. الجسم ده له سرعة بتاعته، الجسم ده له حاجة اسمها السرعة الزاوية بالعجلة الزاوية اللي أخذنا المركز. فاحنا الجزء الأولاني ده فقط كيماتكس، ثلاث محاضرات أو أربع محاضرات كيماتكس، يعني كل السرعات وعجلات الأعمار وبعتبر ان ده مستوى الحركه بتاعي. طب لما اجي اقسم المساله بتاعتي
مش عارف ان الجسم الثلاثي ده حاجه بس المستوى اللي انا اعرفه اكني ببص ليه من فوق واعمل بلان. انا لما اعمل بلان ماشي يبان لي محور اكس كده ومحور واي كده يبان لي المستطيل او المربع اللي انا اخترته اللي يعادل مركز الايه؟ الصفر. يبقى انا عندي الجسم بتاعي المعمودي على هذا المستوى. انا واخد سيكشن في الجسم ده كل نقطه من نقط هذا بقى السيكشن زي ما قلت بتمثل الخط العمودي على المستوى. دي نسميها ريزوتيتد لامنا او الصفيحه المماثله للجسم وبدل الصفحه بتاعتها. يبقى عندنا حاجه اسمها ريزوتيتد لامنا تمثل الجسم بتاعي. وكل نقطه من نقط هذه لامنا تتحرك. خدنا بعد كده حاجه اسمها تايب اوف موشن. انواع الحركه قلنا احنا عندنا كم نوع من الحركه؟ ثلاث انواع. عاوزين برضه لما نيجي نمثل المسائل او نعرف المسائل بتاعتنا يبقى عندنا امثله كده واقعه في ذهننا. لو انا عندي صندوق زي الشنطه دي كده الصندوق ده بحركه بحيث يقدر يحط ده مؤدي للحركه بتاع الكيتش ده حضرتك كده نفس الكلام ده مؤدي للكيتش ده الجسم ده ما بيحطوش اي دوران طالما ما بيحطوش هذا وراك يبقى في ضغط مختلف من مكان لمكان دي بيسموها ترانسليشنال موشن. اذا الترانسليشنال موشن انا اعرفها زي المساله هختار خط في الجسم وخط في المستوى اللي انا بشتغل فيه واشوف الزاويه بين الخط ده والخط ده كام؟ صفر. طب واثناء الحركه الزاويه دي كام؟ صفر. يبقى الجسم ده بيعمل ترانسليشن. امسك اي نقطه من هذا الجسم واشوف بقى انا صارت النقطه دي هل بتتحرك على خط مستقيم ولا على منحنى؟ والله لو جبت ترانسليشن موشن واي نقطه من بتتحرك على خط مستقيم لكن بتعمل هيك ليا ترانسليشن يعني ليا على خطوط مستقيم. فاذا لو الجسم بتاعي اتحرك حركه انتقاليه واي نقطه بتتحرك على المستقيم دي يبقى كل نقطه بتتحرك على المستقيمات المتوازيه ودي اسمها ليا ترانسليشن موشن. ايه بقى ميزتها؟ ان انا عارف ان النقطه بتتحرك على خط مستقيم السرعه والعجله بتاعها هو نفس الكلام خط في مسار بسيطه جدا وسهله. انما لو النقطه دي بتتحرك على كيف بيسموها كيف ليا ترانسليشن موشن. يبقى انا لو الجسم بتاعي اتحرك على خطوط مستقيمه انا خدت الجسم بتاعي ورحت شفت النقطه دي هي النقطه اللي بتتحرك على خط مستقيم. لو خدت اي نقطه ثانيه في الكيف ترانسليشن موشن كان ممكن تتحرك على خط مستقيم. وبالتالي بتطلع النقطه دي اتجاه الخط ده وعارف النقطه دي اتجاه الخط ده. ومش محتاج اعرف المتجهات لان اتجاه الخط معروف بالنسبه لي. انما لو انا خدت الجسم بتاعي ده وشفت بقى النقطه دي ولقيتها بتتحرك على منحنى اصبح النقطه دي ليها مركبتين لعجله واحده عموديه واحده ممثليه وليها سرعه في اتجاه الممثل واصعب شغل كتير. يبقى انا عامل ترانزيشن موشن قلنا في هنا نوعين يا رجليه يا سهله يا رجليه. خدنا بعد كده حاجه اسمها روتيشنال موشن وضربنا فيها مثال ده اللي قدامنا ده ضغط على الباب ده. لو انا متخيل الباب ده حط النقطه اللي فوق خالص الاقيها بتتحرك في المستوى ولا في الفراغ؟ النقطه اللي قدام الفريق هو فوق طب واحد ما عجبوش النقطه دي خد نقطه في النص حرك برضه المستوى يبقى كل النقط بتتحرك في مستويات يبقى دي بلان موشن. ابدا بقى اشوف بلان موشن دي نوعها ايه؟ لو خدت اي نقطه من الزرع ده بتدور على الدايره واضح ان احنا بندور حوالين الباب اللي هو الاكبر عمودي. اذا لما يكون عندي الجسم اصلا نايم ضغط الباب اللي قدامنا الباب ده اصلا بيدور حوالين الخط ده بيدور كده. انا لما اجي اقسمه عندي لما بنوش ده بالشكل ده انا ببص له من فوق اسمه الجيران بتاعه. فلو ببص له من فوق الباب ده يبان لي كانه حاجه بالشكل ده وفي هنا نيجي كده بندور حواليه. طب اللي انا عامله ده انهي مقطع في الباب اللي بيعدي مركز السقف اللي في النقطه ده هو اللي احنا هنقول هيمثل فيها ايه؟ طب النقطه دي بتقول ايه؟ بتقول على دايره. النقطه اللي ده بتخلص النقطه في النص برضه على دايره. النقطه اللي فوق على دايره. دلوقتي في جامعه تابعه النقطه دي السقف دي بيسموها روتيشنال موشن اباوت فيكسد اكسس. ميزه النقطه دي ان انا عندي السرعه رايحه في جانب الناس والعجله اللي هي مرتبتين. طب ده في امثله كتير جدا من الكلام ده موجود عندنا. اي جسم المسألة لما بيتهم ينطبق عليه نفس الكلام اللي انا قلته. انما خلي بالك في حاجات ثانيه ممكن
بتتظبط فيها زي العجلة بتاع العربية مثلا. العجلة بتاع العربية بتدور على ماك حوالين محور. هم كل مرة المحور بتاع العجلة بتاع العربية. حط اللي هو الأكس بتاع العجلتين. طب يمين روتيشن الموشن؟ لا طبعا. هو يا صاحبي الجور أي واحد بيشتغل لك الجور. إنما الأكس اللي بيتحرك عليه ده ثابت ولا محرك؟ هيمشي مع العربية. ده مش ثابت زي البلد ده. هو فيكسد اكس مش فيه يعني فيكسد يعني السرعه بتاعته بتطلع العجله بتاعته ده معنى الفيكسد. انما بقى لما اقول لك العجله بتاعتها ما بتعملش روتيشن تمام؟ هاخد حاجه الفيكس بتاعها بيعمل ترانزيشن روتيشن بيعمل حاجه في ماشين الارجانيزم دي بقى مساله توقيت. يبقى انا لو المسافه بتاعته طلعت ترانزيشن يبقى حاطط كويس دي سهله. روتيشن اصعب سهله بس برضه سهله. اللي هي فكره ترانزيشن روتيشن دي مساله عامه اللي هي جنرال بلان موشن اللي هي طريقه الاثنين مع بعض. خدنا بعد كده البوزيشن والجروبي والاكسلريشن بتوع القسم الجاي. قلنا دول مختلفين شويه عن الجزئين. انه الجسيم بيتحرك على خطة ومنحنى له حاجة من السرعة بتاعته اللي هي متر في السكن العجلة لما تكون أو مرتين. الجسم الجسم مختلف شوية بتحدد مكانه الزاوية مش بتحدد مكانه بالإحداثيات الزاوية وبإحداثياتها نقطة في هذا الجسم. يبقى بيهمنا بالنسبة للجسم الزاوية بتاعته. إيه الزاوية؟ الزاوية عبارة عن زاوية بين خطين واحد منهم في الجسم اللي هو اللي موجودين في الجسم وخط وقت عندي في المسألة وخط آخري خط في المسألة. وهناخد الزاوية بتاعتك اللي بين الخطين دول اللي هي بين الخط في الجسم والخط ايه؟ فدي الزاوية اللي بتحدد البوزيشن بتاع الجسم بيسموه الأنجلر بوزيشن. إذا أنا عندي وضع الجسم محدده بزاوية تيتا دي بيسموها الأنجلر بوزيشن. طب أقول تيتا بالنسبة للزمن دي سنين بتديني حاجه في السرعه الزاويه اللي هي تيتا او اوميجا. دي السرعه الزاويه بتاع الجسم. يبقى الجسم السرعه بتاعتي تعتبر لما اقول لك السرعه بتاعت الجسم المفروض فيها تدي السرعه الزاويه بتاع الجسم اللي هي تيتا اللي هي معدل التوازن الشمسي بالنسبه لي. والضغط لما فاضي مره ثانيه اللي هو السيتا ضغط ده في حاجه اسمها العجله الزاويه بتاع الجسم قلب. يبقى انا لما بقول لك تسيب السرعه بتاع الجسم المفروض يحسب السرعه الزاويه العجله بتاع الجسم يعني العجله الزاويه الجسم له سرعه زاويه واحده بس في العجله الزاويه مش كل نقطه عليه ليها سرعه زاويه هو الجسم كله على بعضه كده له سرعه واحده بيدور بسرعه واحده. الوحدات بتاع الكلام ده الزاويه التقدير ليا بتساوي زاويه التقدير في تي زي ما كلنا عارفين بيباي على كام؟ على 180. السرعه الزاويه اوميجا ساعات بتلاقي حاجة اسمها ار بي ان اللي هي الديفيشن من بين. لو عاوز احولها ديجيتال للسكن اللي هي المسافة بتاعتنا يبقى الراديان للسكن بتساوي الديفيشن من بين بس موضوع تي باي على كام؟ ايه بقى تي بقى؟ 60 كل لفه بتمثل 2 باي ومن بس 60 سكن. فانا كده حولت الار بي ان للراديان للسكن لان احنا بنعمل راديان للسكن. ده الكلام اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. ولو في اي اسئله كامله قبل ما نبدا اي اسئله في الكلام ده طيب هنبدا المره دي بحاجه سريعه من الكلام ده. هنبدا ب بعض النقط. مفترض ان انا عندي جسم فيه كتير وليه عاوز اجيب دايما في المسألة اللي يقول لك هات الكرة نقطة ايه الكرة نقطة ايه. أول حاجة لو ده عندي المقدار اللي بشتغل فيه وده منتجع المربع بتاع ايه وده منتجع المربع بتاع النقطة دي ده بيسموه منتجع المربع النسبي بتاع ايه بالنسبة ليه. سرعة المربع ايه تيجي فيها ازاي؟ مقدار منتجع المربع بتاعها بالنسبة للزمن
دي يسموها لك حدود اليسر. كم في اليوم؟ 10 20 هكمل. اختلع المطلقة النقطة دي، بس عادة ما بنوش المطلقة دي، بنوش نقطة دي وخلاص. فلو اسرع نقطة دي يبقى اسرع المطلقة النقطة دي، في اليوم بنوش بتاع النقطة دي. نفس الحدود بتنطبق على مين؟ برضو دي ار بي بالنسبة للزمن، دي برضو تبقى في اليوم بنوش دي. او استسهالا البلوك وخلاص. انما لو رحت بقى جبت دي بالنسبه لايه؟ اللي هي دي ار بي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للزمن. دي بيسموها ريلاتيف فيلوسيتي اوف دي تولي. يعني كان انا بختار نقطه دي ومسافه وبس دي فيها دي. الكلام ده مجرد فرض. انا هختار نقطه دي اثبتها، واحد تاني هختار نقطه بي، واحد تاني هختار نقطه سي، كل واحد ينزل النقطه اللي شايف بالنسبه ليه سهل. انما هذا المتجه يسمى متجه السرعه النسبيه، التعبير النسبي. وده ما بعرفه النقطه اللي انا بعرفها بالنسبه للنقطه ان انا ايه؟ لو بصينا لهذا المثلث هلاقي ان ار بي هو المحصله بتاع ار ايه؟ زائد ار بي بالنسبه ليه؟ ده واضح في المثلث اللي بيسموه مثلث الكبار، واضح عارفين من زمان. لو انا اخدت المعادله دي وطبقتها بالنسبه للزمن والتفاضل بي ار بي دي نادي بي، تفاضل ار ايه دي نادي ايه، تفاضل ترى الموقع النسبي دي مسرعه. المعادله دي بيسموها الفيلوسيتي ريشن. دي المعادله اللي احنا بنقعد نسال بيها المحركين اللي جايين، هي معادلة واحدة نبتدي بيها. طالما هي مهمة كده لازم نقعد نشوف ايه الحاجات اللي فيها بالتفصيل. هذه المعادلة فيها ثلاث حاجات، فيها بي بي وفيها بي اي وفيها بي بي بالنسبة لي. بي بي عارفينها كلها من السنة اللي فاتت، وبي اي سرعة نسبية مختلفة شوية كده. تعالى نبص على سرعة نسبية بالتفصيل شوية، اللي هي كده بالبلوت. ايه بقى ميزة البلوت دي؟ ناخد الكلام ده بالتفصيل شوية. لو ده المختار اللي احنا هنشتغل فيه اكس واي، ودي نقطة A ودي نقطة B، وده متجه الموقع التعبيري بالنسبة لي. ودي الزاوية C. اللي انا لسه عارف عقد السنة. دي دي بالنسبه للتعريف بتساوي دي ار دي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للزمن، تفاضل هذا المتجه بالنسبه للزمن. وهنا بقى في شرط بسيط. معادله التفاضل احنا عارفينها كلنا. بس المتجه بقى دي بالنسبه لايه؟ ده مش متجه عادي. ده المقدار بتاعه هو المسافه اي دي. والمسافه اي دي دي عندنا سفه بتتغير. ثابته بتاعت احنا كنا في الاول، يبقى ده متجه ثابت المقدار. وكنا خدنا السنه اللي فاتت اي متجه ثابت المقدار لما اجي افضله يدينا مشتقه. لا، لو ثابت المقدار الاتجاه طبعا ما يبقاش فيه تفاضل، يبقى تفاضل صفر. انما لو مقداره بس ثابت يدينا تفاضل، بس المتجه اللي يطلع التفاضل ده ليه علاقه بالمتجه الاصلي؟ عمود عليه دي النظريه معروفه التفاضل. يبقى اول حاجه اعرفها ان انا المشتقه بتاع هذا المتجه ايه علاقتها بيه؟ يبقى انا لو عارف المتجه ده اعرف على طول اتجاه بي بي بالنسبه لي ايه علاقته بهذا المتجه؟ عمودي عليه. يبقى انا بي بي بالنسبه لي انا ما هوش مطلق زي ما احنا عارفين، لا ده اتجاه محدد ان هو عمودي على هذا الايه؟ المتجه. طيب انا عرفت اول معلومه عن هذا المتجه اللي هتفتح المزايد ان الاتجاه بتاعه معروف. يعني هو مش مجهول مقدار الاتجاه، هو المجهول فيه بس فقط الايه؟ المقدار. في بي 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 مثلا او في ايه بي بي او في ايه، كل واحد منهم مجهول مقدار الاتجاه. ولذا اقدر اقول كده ان بي بي بالنسبه لايه؟ عمودي على ار بي بالنسبه لايه؟
ليه الكلام ده؟ لان ارضي بالنسبه لي هذا المنتجع المقدار بتاعه خلص. ان المقدار ثابت ان هذا المستوى صعب على الطبيعي. طيب انا عاوز اجيب الكلام ده في المعادله. ارجع تاني من الشكل ده ارضي بالنسبه لي لو احنا شفنا في المستوى ده هلاقي عباره عن مقدار ايه دي وارجع منه مرتين واحده اتجاه واحده اتجاه واحد. تضيف سيتا في اتجاه الاي تضيف سيتا في اتجاه الجي. عاوز اجيب الصوره عند الاثنين. هنعمل ايه في الكلام ده؟ هنفضل الزمن. بالنسبه للزمن. هنفضل ار بي اي بالنسبه للزمن. هو ينفع فضله على طول كده بالنسبه للزمن؟ ومجدل الزمن اطول. امال هو ده ايه؟ سيتا يبقى لازم الاول فاضل بالنسبه لسيتا وبعدين افاضل سيتا بالنسبه للزمن اللي هي التشي رو. يبقى ما ينفعش اعمل كده على طول لازم الاول اقول كم ده بيساوي. دي ار بي بالنسبه لسيتا ودي سيتا واي بي تي كلنا عارفين الكلام ده. تعالى نعمل الكلام ده نمشي ورا الكلام ده يبقى برضه دي بي ثابت. طيب افاضل الكلام ده بالنسبه لسيتا افاضل كوباين طيب ولا نص طيب؟ طيب سيتا فاضل طيب وفاضل سيتا وضرب الكلام ده بي سيتا باي دي تي. طبعا احنا عارفين كلنا بي سيتا باي دي تي دي هي الام اللي بتطلع في الاول. لان الكلام ده بيساوي ان بي في اوميجا في نار ساين سيتا اي زائد كوساين سيتا تي. لما احنا نحط بقى الكلام ده الوقت المنتجات دي والقارنها وقت المنتجات دي هتبقى معموليه على بعض فعلا. لو ضربتهم دول كلهم هيرفعوا الصوت ويطلعوا من هنا على طول. لان منتجع السرعه النسبيه اللي احنا هيعملها في كل المسائل بتاعتنا ده مش منتجع مطلق كده، احنا عارفين فيه حاجات. انا عارف اول حاجه لو جيت فصلت الشكل ده مقدار بيساوي كام؟ بيساوي ايه دي؟ اوميجا. ايه دي اللي هي المسافه؟ هيبقى لنا في المسافه. هي من هندسه الشعر اوميجا اللي هنا وهنكسبها في المسافه. طب الاتجاه بتاعه الاتجاه بتاعه ده عمودي على ار بي اي يعني عمودي على اي بي من عند نقطه اي نقطه بي من دايركشن الكوميك. لو رجعت للمعادله الثانيه اللي احنا كنا فاكرينها في الاول اي بي بيساوي
الحديدين عرض اشتغل رياضة بعد سنة ليه في معادلة بيسموها معادلة الاتجاهية يعني بتتكون من اتجاهات تقدر تقصدها بتاع معادلة فكرية أنا أقصدها الاتجاه تاخد مجرات الاس في الطرف الشمال هتوافق مجرات الاس في الطرف اليمين دي معادلة تاني اتجاه السرعة المثلى دايما عمود على النقطتين اللي انا بجيب سرعة المثلى بينهم فانا عاوز اجيب دي اتش بالنسبة لدي تمام اوصل النقطتين بعض واروح خط عامل خط عمودي على اتجاه النقطتين دول اللي عند النقطة اللي انا هجيب سرعة المثلى كده ده عمود احط السنة بتاعنا معلومة اللغة بتاعتنا مع عقارب الساعة النقطة اتش دي هتكون حوالين دي اتجاه عقارب الساعة ازاي؟ تحت احط السهم بتاع تحت طب لو انا عاوز اجيب دي بالنسبه لاتش هعمل نفس الخطوات اجي مع النقطه دي اعمل عمود واحط السهم بتاع معلومه في الحاله دي لما دي تكون حوالين اتش تجاه عقارب الساعه هتطلع من فوق طبعا وهكذا كله يبقى المعادله دي زي ما قلت اقدر اطلع منها كم معادله؟ كم معادله؟ ازاي اطلع الكيلو الاقوى بالاكس كومبوننت طبيعي اساوي الاكس الطرف الشمال ومجرد الاكس الطرف اليمين دي معادله واروح اعمل نفس الكلام ده في اتجاه واي برضه اساوي الوقت الطرف الشمال دلوقتي الطرف اليمين دي كام معادله يبقى انا عندي كام معادله؟ معادلتين انا دلوقتي حولت المسار بتاعك لمسار رياضي عاوزين نعمل ايه الاول؟ عاوز ايه؟ عشان اجيب سرعه النقطه ايه او سرعه النقطه دي عاوز اجيب سرعة النقطة أو عاوز اجيب السرعة الثانية أو عاوز اجيب أي حاجة. أنا دايما البديل دول سرعات معينة بيجيب سرعة النقطة معينة. تقدرها كام؟ هي كام؟ هرجع مرة ثانية عندي كام معادلة معادلتين؟ عاوز أحلهم مع بعض. نظرية المعادلة اللي بتقول لك يبقى موجود يبقى عندك كام موجود؟ موجودين. وبقية الحاجات كلها في المعادلتين دول معلومة. طب أنا عندي كام مجهود أصلا في المعادلتين دول؟ لو انا بصيت في اتجاه متبع السرعه في النقطه دي ده مجهولين يا اما مجهود الاكس ومجهود الواي يا اما المختار اتجاه يبقى انا عندي في دي ده والوسط عندي مجهولين لازم يا اما يجاوب يا اما يطلب مني في المسافه متبع السرعه في النقطه ايه برضه نفس الكلام مجهولين يبقى انا عندي كده اربع مجاهيل طب السرعه النسبيه دي عندي فيها كام مجهول؟ مجهول واحد بس اللي هو الاوميجا لان انا عارف اتجاهها انا عندي سرعه نسبيه عارف اتجاهها فاللي بيمشيني ده اللي بيديني بس الموجة عشان اقدر احسب المقدار بتاعها. يبقى انا عندي موجودين اربعه خمسه الخمسه دول لازم اعرف على الاقل الثلاثه عشان احل دي المساله. يبقى انت وظيفتك في المساله كلها انك تجيب الثلاث مجاهيل دول. هل ده موضوع صعب؟ لا مش سهل لانه بيديك حاجات ساعات في الرسم بتيجي تبقى صعبه شويه. يبقى انا كل اللي انا هعمله في المساله تركيزي عاوز اجيب سرعه النقطه دي احطها في معادله السرعات وابدا اجيب المعادله دي ثلاث مجاهيل من المسافه. المجاهيل دي يا اما هو يتعلم مباشره ويقول لك هو بيساوي 10 مثلا او يديك رسمه منها تقدر تستنتج اتجاه سرعات معينه. بعد ما تجيب الحاجات دي تقعد في معادله وتقول المعادلتين دول هتلاقي كل المسافات اللي انت منها خطوات. هي نفس المعادله هي نفس طريقه الحل كل اللي بيختلف الشخص والمعلومات اللي بيطلعها من ايه؟ المساله كل واحد مختلف مره. تقدر تطلع على طول لو تقدر طبعا لو في مجهول معين معظم المسائل وحضرتك ما خدتش بالك وما طلعتوش يبقى المعادلتين دول عمرهم هيتحلوا لان هيبقى في مجهول ايه؟ استضافه. يبقى كل الكلام ده بيحكم في حاجه بسيطه قوي انك تبص على الرسم كويس وتتخيل حركه الجسم عشان تتم المعادلات بتاعتك كويس. اي اسئله في الكلام ده؟ ناخد مثال على الكلام ده عشان الكلام ده بنعمله أيوة. دي بقى المسألة عندنا شوف بقى الكلام الشديد اللي احنا قلناه ده بيتكلم ازاي في المسألة. حضروا بس. عندنا مثلث
ABC ده عبارة عن كل الحديث اللي عليها مسلسل خمس زوايا. حركة المصور إنها على حاجة زي البيت ده كده. حركة المصور يبقى دي حركة مصور كل مرة حركة مصور. صورة النقطة إيه؟ ده هي زي جزء اثنين بتعمل 45 درجة مع ميكروار تكس ومعادلة الثانية. أرفقه نفس كده. أنا عندي خلينا ناخد إف واحد كده. دول دايما زي الفوق بتاعك. وعندي كمان الموجب بتاعي جاية من السكن. يبقى أنا عندي المعلومات اللي هي واقعة. مدينا في الكلام بالضبط سرعة نقطة إيه وسرعة درجة أوميجا ومدينا على رأس الاتجاه سرعة نقطة إيه لمسألة بسيطة. طب إيه موقف المسألة؟ عاوز سرعة النقطة دي وسرعة النقطة دي يعني عاوز أحل سرعة. أنا قبل ما أخش في المسألة خالص وأحل أرض أي حاجة بشوف عندي كام معلومة عن السرعة. عندي ثلاث معلومات سهلين جدا. مقدار سرعة النقطة إيه؟ سرعة الدرجة بتاع الجسم. اللي هي في النقطة يبقى عندي ثلاث معلومات اقدر احل بيهم المسألة. فكان المسألة دي سهلة لدرجة إن أنا هاخد المعادلات وأحلهم مع بعض. أول حاجة هجيب سرعة نقطة دي ولا سرعة نقطة سي. مش هكفي أجيب دي أجيب سي أنا عندي كل المعلومات عن نقطة دي. فتعالى نبدأ إيه؟ نجيب سرعة النقطة دي. هاخد معادلة السرعة، إيه معادلة السرعة دي؟ سرعة النقطة دي تساوي سرعة النقطة إيه؟ زائد بي ايه بي ولا بي؟ بي ايه طبعا؟ احنا قلناها كده انا بس درس الجي ايه تاني؟ خلي بالك لو خدتها دي المسألة خالص. عاوز اجيب المقدار مع حاجات بتاع المعادلة دي. عارف ايه يعني عارف بي ايه اقدر اجيبها؟ المقدار كانت اللي هي بس اتنين. طب اتجاهها حسب اكس واي اللي احنا واخدينهم دول ليها مرتبة في الاكس وكذا وقت نبقى يبقى واحد على جزء دي اللي هي 245 دي اكس زائد سالب واحد على جزء دي جاي احل الكلام ده يدينا 100 ناقص اكس دي اكس كلام بسيط. طب عاوز اجيب سرعه المذيع بتاعتي بالنسبه لي هذا المنتج له مقدار اتجاه منظار هم في المسافة هم جاء من هذا الموديل دي بكتير والمسافة 30 اتجاه لكم من الدرس معروف الثاني للدرس ونعمل كم ده قلنا أول حاجة حاجة على نقطة دي أنا عاوز أجيب سرعة دي بتنزل ليه نعمل خط عمودي على الخط دي دي عمودي أهو أحط السهم بتاعي على أوميجا النقطة دي بتكون أو النقطة دي مع السهم ده لازم هنطلع لفوق واللي فوق ده في اتجاه أو حاجة أو إكس ولا واي يبقى ده في اتجاه الشيء جبت ده وده أروح أرمحهم على دي أقدر أجيب سرعة النقطة دي يبقى الموضوع بسيط جدا يبقى دي تساوي 100 أي سالب 100 بي زائد 60 دي الشيء أجمع الكلام ده يجينا 100 أي زائد نقطة إيه؟ تدور في الصالة طيب، عاوز أجيب سرعة النقطة دي. نفس الكلام مرة ثانية، نفس الموجودة هي هي بي إيه؟ زائد بي سي بالنسبة لإيه؟ سرعة 100 أي سالب 100 زائد 80 أه إيه 80 في الباب؟ هم كانت المسافة 40 أو ليه بالسالب؟ لأن أنا لما بقى نقطة سي وأعمل خط عمودي كده لازم أحط السالب مع نقطة في الشمال ده تطلع بالسالب. فالكلام ده بيساوي بجمع الكلام ده يطلع الكلام ده بيساوي 20 أي سالب 100 مسألة بسيطة خالص تلاقي موجودة. طب تعالى نزود المسألة سنة ناخد كمان ساعة الكلام ده ضرب نفس المثلث هو هو بس قلب الناحية الثانية ورحمة تقول عليه كيف كده بس ما ليه وقال لي اسمه نقطة دي صف صف
على خط المعادله دي بمركبتين اساوي الاكس في الطرفين و في الطرفين. فهاخد مركبات الاكس او هاخد مركبات الواي الاول. دلوقتي الطرف ده بيساوي صفر والطرف اللي بيجي بالجزء الثلاثه ده هتكون بي اي ناقص بي 42. دي معادله فيها موضوع واحد ده بقى 480 هتساوي 120 ناخد اكس طبعا هم جسم جاذب لان النقطه دي والنقطه فوق بيقربوا عن بعض وده مش اسم واحد. احنا
عندنا رابط فوقي ده جسم وايه دي ده جسم تاني وسي دي منطقه المسافه بين ايه ودي. يبقى احنا عندنا اول حاجه جسمين، يبقى عندنا كام سرعه ضرب المسافه؟ ثم جواب مكتفي. وعندنا الموضوع هيبقى اكبر شويه من المسافه دي. عاوزين نحل المسافه دي، مش هحل الجسمين مره واحده، هحل جسم جسم. فاختار الجسم اللي فيه كام معلومات؟ كام معلومات؟ واروح اجيب عليه نقطه اروح على الجسم الثاني. استراتيجيه معروفه مفيده دايما بتقدر بتروح لمجهولين معلومه. فانا عندي الجسمين دول لما نلبس الحركه بتاعتهم. خلي بالك بقى احنا بنتكلم دلوقتي على الحركه. ايه ده؟ ده عباره عن كلوب موجود في الطاقه. يعني. النقطة دي اتحرك ازاي؟ واضحة جدا لو هي حد فكر فيها طالما عندي صورة فوق تحت يبقى دي غصب عنها يا اما مفيش كده يا اما مفيش كده. بس النقطة بيقول لو هو جه في الحتة دي يبقى النقطة دي اتحرك ازاي؟ طبعا مش محتاجة ايه؟ نفترض ان انا طنشت وحطيتها في اي اتجاه المعدات بتاعتي هتطلع حل اسرع بره. انما على الاقل لازم تكون ان هي عارفة ان في جاي اكس. طب البلوك ده بيعمل ايه من نوع الحركة؟ الرفيشن على الجوازيشن. الرفيشن طبعا يكون هنا بتاعت على خصوص الطبيعي وكمان الكلين يبقى الرفيشن مش كويس. طب الجسم ده لو الرفيشن طبعا عامل هيجي في مسألة فبيعمل روتيشن موشن او الموتر فوق. طب ما لو قلنا بيعمل ايه نوع الحركة؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ سبب الاختبار اثناء الحركة. يبقى ده مش ترانسفيشن. طب انا عندي هنج في الجسم ده؟ امال اللي فوق دي ايه؟ بيسموها انترميديت هنج. هي ثابته في مكانها؟ لا. لازم ده ما بيعملش روتيشنال موشن. ما بيعملش ترانزيشن ولا روتيشن. لازم بيعمل ده نوع من الحركه ده. يبقى الجسم دي المساله دي صعبه جدا اللي واخد على الجسم ده طويل يعني. يبقى انا هبدا اغني مساله الروتيشن سهله. طبعا ده ناقص ما بيخش معايا في مساله. انا عندي جسمين. جسم هو ايه؟ كويس قوي. طب لما ابدا في الجسم ده عاوز ثلاث معلومات. عاوز ثلاث معلومات عن السرعه، خلي بالك. انا عامل نقطتين، نقطة او ونقطة بي. نقطة او عارف عنها السرعة بتاعتها. ومقدارها واتجاهها كتير، ده متجه صفر. ده بيمثل عندي كام معلومة؟ أي متجه بيمثل عندي. وعندي أوميجا. خلاص بتحل الجسم. عرفت الجسم ده أروح أجيب صورة في النقطة بي. عرفت إيه أروح أجيب على الجسم التاني. عندي مقدار اتجاه وعندي اتجاه دي اصبحت المسافه بتاعت دي الجسم التاني معقوله ابدا في ده. جبت ايه ودي؟ اقدر اجيب سرعه النقطه ديت طالما النقطه في المنتصف يبقى سرعتها عباره عن مجموعه دي زي دي على دي في المتوسط ايه؟ مسافه طويله شويه وما فيهاش مشكله هي نفس المعادله هي هي مع اختلاف الرموز. بس طبعا عاوز واحد الاسباب بتاع التركيز بتاعه طويل. التركيز بتاعه طويل شويه ودي مشكله كبيره. في ناس كده تركز 5 دقائق وبعد كده بيجي كمان فاضي وبعد كده تركز 10 دقائق. ده بالنسبه للمهندس مهاره اساسيه. انا بكلمك بقى في المهندس. المهندس ده مش اتخصص كده. لو قدرت تظبط نفسك عليها تبقى ممتاز ومتابع بقى بعد كده 3 4 سنين عليك بقى ماسك مشروع واحد على طول. لو ما قدرتش تعمل الكلام ده في خلال دراستك هتطلع سنه رابعه وانت تايه. ده اذا طلعت تايه ممكن تطلع غير تايه. الموضوع بسيط جدا كلها مهارات شخصيه ثلاث حاجات بتعلمها. اول حاجه منهم ازاي تركز فتره كبيره شويه. لما تكسر محتاج انك تتعلم تركز في حاجات مش لازم تركز في محاضره. انما في ماتش مثلا يوم القوي من اول دقيقه لاخر دقيقه لو تابعت كل ماتش بقى ممتاز. انما مش في ماتش الشوط الاولاني كنت 15 مره انت كده بتبقى مش طبيعي. الذاكره دي مفروض طبعا مفروض انها عندك ذاكره. هنا بتقول لك لا انا ممتاز انا بفهم بس ما اعرفش ده كلام فاضي طبعا مش حاجه ما اعرفش اصلا. لكن انت اصلا خبرتك كلها تبقى خبره مكتسبه. يعني عملت مشروع لما تيجي تعمل مشروع تاني ما عندكش خبره. ما تقوليش لا انا ما اعرفش احفظ ونبدا من جديد. ما ينفعش. طب دي مهاره بتعلمها ازاي؟ احنا قلنا الاولانيه بتتعلمها ازاي؟ لما تقعد تتفرج على الماتش بلاش المحاضرات. المحاضرات دي مملة شوية. لو في أي حاجة ركز شوية. خلي عندك شوية صبر كده لأن ده مهم جدا بالنسبة للمحاضرة. الذاكرة بقى دي أو هي إزاي؟
في حاجات كتير بقى من تمارين الذاكره. ابسط حاجه بسيطه جدا انك انت قبل ما تنام تفتكر انت عملت ايه من اول يوم داخل. انا الصبح كنت عملت ايه؟ وبعدين غسلت وشي، وبعدين غسلت من الجزمه، وبعدين مبروك، وبعدين كليه، وبعدين لو عملت الكلام ده لمده شهر تقابلني بعد شهر تقول لي انت ايه اخبار زي ما عملت. وشويه حاجات كل مره بتكلم عليها، بس في حاجه مهمه هنتكلم عليها المره اللي فاتت، الا وهي المواعيد بتاعتها. لو انا ايه؟ انا معدي من الساعه 10 بس في ناس بتتاخر سنه. وده مش مطلوب بالنسبه للمهندسين. مفيش مشكله، احنا لسه بنتعلم. بعد 10 دقايق بفتح الباب عشان الناس تخش. فما ليش بقى انا مش محاضره كل شويه واحد داخل؟ يعني في فرق المحاضره والكافيه، في فرق شويه. تمام؟ فانا بعد ربع ساعه على الاقل بفتح الباب والناس اللي بتتاخر تخش. وانت مش مطلوب انك تعمل كده، انت لو قعدت انت جيت بتاخر مفيش مشكله كلنا بنستناها نشوف، بس المهم انت مش المفروض تتعلم فيه. تقول مسلمين كل مره بتتاخر. تجيني بعد المحاضره امام الاعدادي اللي قاعدين هيسيبوها شرح الكلام ده. موضوع بسيط جدا ان انا اخلص الكلام ده. انا ما عنديش موضوعي لو كنت سايب. طبيعي ان انا اسيب. حاجه ثالثه، الحاجات دي معلومه موجوده على السايت او الويب بيج بتاعك بتاع الجامعه. كلنا المفروض عارفين الكلام ده. عنوان الويب بيج سكولر دوت سي يو دوت اي جي فترة لو انت كتبت الرابط ده على الكتب بتاعك هتخش على طول على السايت هتعمل محاضرات هتعمل شدات هتعمل اكشن بناء الحاجات دي كلها. يا رب تبعت لي ايه؟ هتبعت لي ايه على مين ده؟ خلاص كلام مش معنى مش معنى ايه يا في حاجه تاني في سايت عايز تخش عليه تسجل بيانات عشان الامتحانات اللي هي في البيت السايت ده هقول لك عليه المره الجايه المره عليه بحيث على طول ما تخش كل خطوه يعني بالاسم والسكشن والبرنامج ولا عارفين طب ده السكاشن بسيط. سبب السكاشن ولو انت دخلت على الويب سايت ده هتلاقي حاطط لك على الويب سايت دي اللينك اللي انت تخش عليه على الجوجل. خلاص؟ يبقى حضرتك تخش النهارده تعرف اللينك ده وتسجل كل بيانات. بس خلي بالك المفروض بعد ما تسجل بيانات بيجي لك ليه؟ يقول لك انت كده هتبقى صح مسجل. لو مش مسجل عندنا مش هيجيلك امتحان اصلا غير بعد السنه بتاعتك في حاجات ناقصه. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. خلاص عاوزين نشتغل. وبعدين احلل
واي الثالث اللي هو تحت وساين اللي هو كام؟ هاي طبق طبق الكلام ده جبت بسرعه في النقطه دي حليت الجسم البسيط عاوز اخلي بقى الجسم الثاني اروح اكتب مره ثانيه الفيجن بودي اي بي قسمه قدامي كده أول حاجة ده الجسم من نقطة فوق من نقطة دي المفروض ده 10 والزاوية دي 60 يبقى لو جبت الارتفاع ده 10 زي 60 جبت الارتفاع ده وعنده طول ده 45 بس الارتفاع ده 10 ده يجي لي الزاوية دي السايد بتاعها من هذا السايد أنا أخد هذه الزاوية تطلع الزاوية دي 12 ونص. تاني 10 ساين 60 اللي بيجي ارتفاع اتش اتش على دي ساين الزاوية بتاعته دي تطلع 12 ونص. أنا مش عاوز طبعا زوايا الكلام ده كلام أنت عارفه من ثانية ثانوي أنا عاوز أجيب سرعة النقطة دي. سرعة النقطة دي ما بيجيبهاش بالطريقة دي بيجيبها بمحركة السرعة دي بي هيساوي ايه؟ زائد بي دي بالنسبة ليه ولا ايه؟ دي بقى خلاص الرقم دي خلي بالك الامتحان طبعا بتعلمه كتير فدي من الحاجات اللي ممكن تخرج مساله وتقعد كام ساعه وترجع تاني تكتشف زي ما اكتشفت يعني ما نركز في كل خطوه فلازم نركز في الامتحان كله على بعض في دي احنا عارفينها خلاص ولا نشوف القصه دي ايه؟ انت بتمشي في الجايز عشان تخرج يبقى في دي اتجاه الورا يساوي دي ايه؟ من غير المسار اللي فات دي عارفين زائد السرعه الكبيره بتاع دي بالنسبه لي. دي بقى مش معروفه بالنسبه لي بس عارفين اتجاهها. اجيب اتجاهها ده انا مش عارف امي. اجيب امي افترضها لو نقطه ايه نزلت بتاع الجسم ده يكون ازاي؟ مع غير السرعه على السرعه. عكس بس مش لازم اتاكد نفسي ممكن اقول لها اتجاه ولو طلعت السالب بالعكس. زي بقى لما مثلا بتقول انا اخترني عكس اخر الساعه، انا بعرف نفسي وجبت لو طلعت اه مجرد يبقى انا اساسي سليم. لو طلعت مش مجرد ما ازعلش قوي لان انا لسه بتعلم. دي هنسميها ام جرافت درجه اتنين. اه لان احنا عندنا كتير بقى خلي بالك كل جسم مش كل نقطه نقطه ما لهاش سرعه زاويه، الجسم ليه سرعه زاويه. ام جرافت انا مش عاوز طبعا ام جرافت في الاصل، انا عاوز سرعه دي بالنسبه لي. اجي على النقطه دي اللي هي النقطه دي واعمل خط عمودي واحط السهم. وطبعا كويس عاوز اجيب شويه زوايا الزاويه دي تبقى كام؟ 12 ونص فبدا بتاع 90 يبقى زايد السرعه النسبيه بتاع الجسم ده ما اعرفش كام كام في المسافه بتاع الطول ده 40 في 12 ونص دي مع محور واي يبقى ساين مع محور اكس زاد ولا ناقص؟ زاد طبعا طيب 12 ونص المعادله دي فيها كم مجهود؟ اللي هو بي بي وي كمان تقدر تحدد دول مفهوم الكلام ده مساله طويله بس كل اللي اطلع في الثالث. اطلع هي ماشي الكلام ده. سؤال اخير المواعيد اللي بتحط في كل سيكشن بس خلاص كلها بقى
طيب طبعا عشان نكون كويس عشان واحده عشان نعمل مجموعه نتفق على شويه حاجات مهمين بالنسبه لي نعمل حفلات بقى وحاجات مستطرات كده. طيب عشان في عدد اللي احنا بنشتغل عليه كل المحاضره البيت اوف ترانزيشن موشن وده حفاظ كبير على العجله، هي نفس العجله اللي وصلها